في هنا في صحيح البخاري عن أسماء بنت أبي بكر قالت: نحرنا فرسا في المدينة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأكلناه. والعامة عندنا يقولون يحل خلفه ولا يحل أمامه، يعني معناه ما وراء الفرس حلال والأمام حرام، الصدر والنحر والرقبة والرأس حرام والبقية حلال. والعلة لأن أمام الفرس يقابل به الأعداء للجهاد في سبيل الله. نعم، وهذا طبعا الحكم غير صحيح والعلة غير صحيح. ها؟ هذا مو صحيح، لكن الذين حرموه ما هو إلا عشان التشبيه، قالوا لأن الله قال: والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة، فقرن هذه الثلاثة بحكم واحد. ودلالة الاقتران قوية ما لم يوجد خلافها، فإن وجد خلافها سقطت، وهنا قد وجد خلافها، وهو أنه ثبت في صحيح البخاري أنهم نحروا فرسا وأكلوه. وأما الآية والخيل والبغال والحمير تركبوها، فهذا ذكرها مع الحمير والبغال، لأن أكثر استعمال الناس للخيل إنما هو في الركوب لا في الأكل. نعم.